المكعب اللي تفجر في السيزن السادس عاد لنا من جديد، وكمان خاصية جديدة تشبه خاصية ميس الهدايا ولكن بشكل مطور جديد في لعبة فورتنايت باتل رويال. هلا والله، قبل ما نبلش المقطع اجيب لكم قناة ايهم. طبعا الشخص هذا تعب على قناته اكثر من سنتين وهو ينزل مقاطع ولكن ما يشوف في دعم ابدا، فابيكم ما تفشلون هذا الشخص عشان حنا في حاليا في بداية سنة جديدة، فابي يحقق اهدافه وما باقي له شيء يوصل 1000 مشترك. فاتمنى من الجميع ينزل يشترك عند قناته، بتكون تحت في صندوق الوصف او في الديسكريبشن. اتمنى من الجميع انه ينزل يشترك عنده ويكتب له كومنت انا من طرف KNV او من جيش KNV ومثل هذا الكلام، فيب اكتبوا لي تحت في الكومنت عنده في قناته. وشخص وربي وربي يتعب على قناته دائما والرجال يعني ما يحصل على دعم، فأتمنى أتمنى أنك تنزل تشترك عنده وتشوف إذا عجبك محتواه تدعمه كمان، أنت تنشر مقاطعه وتحط له لايك ونشر. وبس يلا خليكم مع المقطع. السلام عليكم، معكم خالد وكين في. بس لك انزل على القناة، أتمنى تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات وتنشر هذا المقطع عند كل أخوياك عشان نوصل 300,000 مشترك في أسرع وقت، لأننا ما باقي لنا شيء ونوصل 300,000 مشترك. وحاليا انا قاعد انزل مقاطع تقريبا كل يوم مقطعين، وان شاء الله استمر على هذه السلسلة ان كل يوم قاعد انزل مقطعين. فاتمنى ما تحرموني من دعمكم باللايك والنشر على هذا المقطع. وطبعا للاشخاص اللي يطلبون مني اني انزل جيم بلاي، طبعا انا كنت في مرحلة اختبارات والمعرف يعني انا صغير شوي يعني لسه في المدرسة، فلا تحسب انه من صوت اني كبير، فعشان كذا ما كان عندي السوني وكنت يعني مسحوب من السوني عشان الاختبارات. فحاليا خلصت اختبارات، ان شاء الله بصير احط مقاطع مني يعني او جيم بلاي مني، ويعني ما تحسبون ان انا ما اعرف العب، لا لعيب كثير. وان شاء الله كمان بسوي قريبا بثوث في التويتش وبثوث باليوتيوب وانا قاعد العب يعني مثل باقي اليوتيوبر. وبس يلا خلنا نروح لاول شيء معنا في هذا المقطع. طبعا اول شيء بنتكلم عنه في هذا المقطع، طبعا انتم عارفين ان حاليا حنا في اخر تغير من تغيرات او اخر ايام من 14 يوم من لعبه فورتنايت، فالتحدي حق اليوم ال 14 تحصل منه على مظله جديده بتكون مجانيه، والجائزة يعني هي بتكون مظلة مثل ما قلت، والتحدي افتح 14 صندوق بس من الشيت او شيت حلوة. المهم انك تفتح 14 صندوق من الكنوز واللي بتكون يعني طلع اسلحة كده الكل يعرفها. والاطوار تم تغيير طور المتفجرات الى طور وان شوت، يعني وهو طور بقليل الجاذبية وبيكون فالد دمج يعني. فيب يوجد فقط سنايبر من الاسلحة وفقط باندج من الهيل. اوكي، فحين خلنا نروح لشيء ثاني معنا في هذا المقطع او شيء ثاني معنا في هذا المقطع. طبعا انتم عارفين ان في السيزن السادس المكعب تفجر وراح من لعبة فورتنايت. اي راح خلاص وراح تفجر كله وجاء فراش. تعرفون يا عيال لو تركز في اللوبي اللي حاليا بتطلع امامكم بالشاشة الصورة، لو تركز حاليا في اللوبي شايفين امامكم تحصل على المكعب رجع. اي المكعب رجع شايفين امامكم، المكعب رجع في السيزن السابع وحاليا موجود في اللوبي. هل تتوقعون ان المكعب هذا بيكون له حدث جديد في السيزن السابع وبكون له علاقة في السيزن السابع، ولا تتوقعون انه فقط بيكون كمنظر في اللوبي؟ فانا اتوقع انه جاء كمنظر اكيد بيكون له حدث، فما ادري ما اقدر اتفلسف اكثر. هذا الشيء تسريب اللي انا جبته عن مكعب، والمكعب ارجع 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 بنشوف حدث جديد لك. وبس يلا خلينا ننتقل اخر شيء معنا في هذا المقطع. طبعا ها اخر شيء معنا في هذا المقطع احتمال كبير انه يجي، لان تصميمه مره خرافي ومره جبار. طبعا انتم تعرفون انه حاليا حسب كلام المسربين، انا بتكلم اول شيء عن ميس الهدايا. طبعا انتم تعرفون ميس الهدايا قالوا عنها في السيزن الرابع وجابوها لنا في اواخر السيزن السادس وشالوها في السيزن السابع، وللحين ما رجعت ولكن اعداداتها موجوده داخل لعبه فورتنايت. ففي بعض المسربين بيقولوا انه بيتم تعديل عليها او بيكون لها ابديت جديد انك تقدر ترسل لاخوياك في بوكس. طبعا حسب كلام المسربين انه بيكون في كمان فيها اضافه انك تقدر ترسل لاي اي دي عشوائي في بوكس، يعني انت تبغى ترسل ليوتيوبر واليوتيوبر هذا مثلا انت تحب تدعمه بالفي بوكس، فترسل له في بوكس على طول بدون اي يعني شيء مثل خاصيه الهدايا قبل تحدد الاسم، لا على طول عشوائي ولناس عشوائيين يعني كتبرع.
اوكي. فحاليا بعض المسربين بيقول انه بيتم التعديل والتطوير على ميس الهدايا، لان ميس الهدايا مقطوعه حاليا، وهذا الشيء معقول شوي او معقول يعني انه بيكون في تطوير على ميس الهدايا. وهذا الشيء انا بقول انه نعم بيكون في تطوير على ميس الهدايا، وانا متاكد من هذا الشيء. ليش؟ لان الشركه شافت انه ميس الهدايا والله ناجحه، وفي شخص يعني في اشخاص قاعدين يرسلون هدايا لاشخاص وزي كذا، فقالوا لا بنطورها كمان وبنخلي كمان في بوكس. فيب في ميزه جديده من نفس ميزه الهدايا، بتكون ميزه الفي بوكس، انك تقدر ترسل لاخوياك في بوكس ولكن بيكون بشكل جديد. فيب هذه الميزه عن قريب بتيجي. فبس هذا كان مقطع اليوم، اتمنى لا تحرموني من دعمكم باللايك ونشر على هذا المقطع، واتمنى تنشرون قناتي عند كل اخوياكم عشان اوصل 300,000 مشترك في اسرع وقت. وعندي هدف في 2019 اني اوصل 1,000,000 مشترك، فاتمنى لا تطيحون هذا الهدف، انشروا القناة. وبس يلا، هذا كان مقطع اليوم، اذا عجبكم المقطع لايك اشتراك اذا ما كنتم مشتركين، وبس يلا بيس.